تقول فيها: أسألكم عن أب زوج ابنته من رجل قبل طلاقها من زوجها الأول، ثم ذهب إلى زوجها الأول وطلقها منه، وذلك بعد أن زوجها من ذلكم الرجل، ما حكم هذا الزواج؟ إذا صح هذا فإن هذا الزواج باطل وهذا العقد باطل، لقوله تعالى في عداد المحرمات: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، والمحصنات هن المزوجات. المزوجات حرام حتى يطلقهن أزواجهن وتمضي عليهن العدة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الطلاق بينونة كبرى، لأن كان استنفد الثلاث، فإنها لا تحل حتى تنكح زوجا غيره. إذا خرجت من العدة وتزوجت، خرجت من العدة وتزوجت زوجا آخر زواج رغبة ووطئها ثم رغب عنها وطلقها، حلت للأول بعقد جديد. الحاصل أنه لا يجوز أن تزوج المرأة وهي في عصمة رجل، وهذا نكاح باطل، من تعمده فإنه يجب تأديبه. بل لا يجوز ولا يصح عقد النكاح في العدة، قوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني بعد تمام العدة. شيخ صالح تقول أنها أنكرت على والدها ذلك الفعل ولكنه ضربها وهجرها، فلامها الناس على فعلها ثم عادت وتزوجت بالرجل الثاني وحالها كما ذكرت بالنسبة للرجل الأول، ماذا تفعل الآن شيخ صالح؟ إذا كان العقد كما ذكرت قد أبرم وهي في عصمة الرجل الأول أو في العدة، فإن العقد باطل والوطء بموجبه يكون زنا والعياذ بالله، لأنه وطء بغير عقد شرعي. نعم. إذا تبتعد عن هذا الرجل شيخ صالح إذا ما سمعت الإجابة؟ ترجع إلى الحاكم، إلى القاضي. إلى القاضي. ترجع إلى القاضي وتذكر له قضيتها وهو ينظر فيها. نعم. لأنني أخشى أن هذا الكلام غير متأكد منه. لكن نحن أجبنا على افتراض صحته. نعم.